هون سفر معنا الدكتور المفكر والمعلم الدكتور محمد الميموني من الجزائر، حيث ان الدكتور معه 16 دولة عربية، وايضا المدير التنفيذي للأكاديمية العربية للتدريب والتطوير، وايضا مؤسس سفراء التنمية البشرية العربية العالمية. دكتور، رأيك وانطباعك بشكل عام حول شركة المحيط، خدماتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا علاقتي بشركة المحيط عندي حوالي 4 سنوات الان، والحمد لله رب العالمين وفقنا للقيام بثلاث برامج مشتركة من خلال شركتين كبيرتين في العالم العربي والعالم الإسلامي. زيارة الثالثة الآن إلى ماليزيا مع شركة المحيط. صراحة أنا أعتقد أن الشركة لها مصداقية عالية على الأقل فيما رأيناه نحن كفريق من مختلف دول العالم في الملتقى اللي كان في عام 13، في الملتقى الزائد 15 في أماكن أخرى، وهذه السنة في سنة 16. خدمات كانت راقية جدا، التعامل كان ممتازا. أعتقد نوعية الخدمة، نوعية الاستشارة كانت مميزة كذلك. نحن الآن نثق في شركة المحيط، فنعطيها ماذا نريد، ترتب الأشياء فتخرج كما نريد في حد. فأنا أعتقد أن الدكتور أبو أحمد بذل جهد كبير فعلا في بناء المحيط بمقاييس دولية احترافية، لذلك لا نستطيع أن نأتي إلى ماليزيا إلا من خلال المحيط، لأننا جربنا هذه الشركة وشعرنا بخدماتها الراقية وشعرنا بصدقها أيضا. القيمة المضافة عند المحيط الصدق والعطاء والتعاون والاقتراح المناسب والاستشارة المناسبة. فصراحة بدون أي مجاملة أعتقد بأننا اخترنا الاختيار الأصوب، اختيار أفضل، والحمد لله رب العالمين.